السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، من زمان ما سجلناش مع بعض، بس فيديو جديد ومهم جدا لأي قناة بتعمل فيديو جديد ليها، لأي قناة لسه بادئة ومش عارفة ازاي تعمل صورة مصغرة للفيديو. خلاص عرفت وعملته، بس مش عارفة ازاي تحط الصورة المصغرة. طبعا انتوا عارفين لو دخلنا من استوديو منشئ المحتوى، استوديو يوتيوب، وجينا نحطها ونضغط على العلامة اللي هي بلس، دي صورة مصغرة مخصصة كده، هيظهر لك الرسالة دي: لإضافة صورة مصغرة مخصصة يجب إثبات ملكية حسابك في يوتيوب على الكمبيوتر. طيب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنا مش عارف أحطها. هقولك سهلة وبسيطة جدا، تمام؟ هنروح على من الموبايل برضو، هنروح على جوجل، هنكتب هنا يوتيوب متصفح، تمام، تسجيل الدخول، تمام، بيحمل اهو. شايفين بقى الصورة الصغيرة دي؟ دي قناة لسه معمولة جديدة، ما اتفعلتش، قناة جديدة، اشتركوا بقى فيها يا جماعة. ماشي، هندخل على استوديو منشئ المحتوى ده، هو بس بيحمل دلوقتي، خلينا نستنى بس هيحمل اهو. تمام، فتحت اهي. نعمل بقى متابعة، علشان هو لسه جديد فجاب لك الرسالة دي متابعة. انا لسه ما دخلتش عليه خالص. تمام، في علامة من تحت كده للاعدادات، هتدخل عليها. تمام، هتدخل على الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديو، الاعدادات المتقدمة، لا هي راحت فين؟ مش دي، هي راحت فين؟ انا اتلخبطت يا جماعة، سوري. هتدخل على القناة، اسفة جدا، هتدخل على القناة، هيظهر لك التلاتة دول: الاهلية لاستخدام الميزات، هتختارها. تمام، هتلاقي الاتنين اللي تحت دول مش متفعلين، هتفعلهم. تمام، اثبات ملكية رقم الهاتف. تمام، انا ادخل رقم التليفون هنا، تمام، علشان البلد مصر، وهندخل رقم التليفون هنا. تمام، انا ضغطت على الرسالة اللي هو يرسل لي الرمز في رسالة نصية، وصل لي اهو الرقم ده، هكتبه. ماشي، اربعة ستة خمسة تسعة. أربعة ستة خمسة صفر خمسة صفر. تمام، كتبت الرمز اهو. تمام، ارسال بقى كده. تم اثبات ملكية رقم الهاتف، تهانينا. تمام كده، انت بقى دلوقتي هتقدر تسجل. تمام، خلاص، تمام كده، هي كده الميزة اتفعلت. هروح بقى اجرب من الاستوديو ازاي احط صورة مصغرة للفيديو بتاعي. تمام، هروح بقى من الاستوديو هنا، هدخل من هنا من علامة القلم دي، هعدل على الصورة. شفتوا بقى فتح ازاي وبيحمل الصورة؟ انا مجهزة هنا صورة مصغرة، هحطها كده، حفظ، خلاص كده الفيديو بتاعي موجود عليه الصورة، وكده تم بنجاح. ماشي، ما تنسوناش بقى يا جماعة تعملونا لايك واشتراك في القناة الجديدة، مها كيدز، القناة الجديدة بتاعتنا، وكمان تعملوا لايك واشتراك في قناة حواديت موها. انا هكتب لكم اللينك بتاع القناة الجديدة في الوصف، ما تنسوش بقى تعملوا لي اشتراكات بقى فيها، هستنى اشوف مين هيشترك بسرعة فيها.